25 من يناير 1963 تاريخ كان شاهدا على تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. احتفالية ستينية بمسرح محمد الخامس بالرباط أعلنت كمناسبة للوفاء لجيل التأسيس ولتحصين المكاسب والانفتاح على الآفاق الممكنة. الصحفيات والصحفيين لعبوا واحد الدور اساسي في تاريخ المملكه المغربيه، وبما فيهم البعض اللي لعب حتى واحد الدور سياسي. واليوم كنشوفوا مجموعه ديال الفاعلين السياسيين والصحفيين بحال الاستاذ يوسفي. هذه فرصه كذلك باش يعني هو نقاش دائما مفتوح مع النقابه ومع الصحفيات والصحفيين، باش دائما نحاولوا نطوروا الوضعيه ديالهم حتى الاجتماعيه. وغادي يجي الوقت يعني في الاسابيع القليله باش انذاك يكون واحد التطور ايجابي ان شاء الله في هذا المجال اللي اعتقد اغلبيه ديالكم كينتظروه. سؤالي التحرر والديمقراطية والتخلص من مخلفات الاستعمار ثم كسب رهان التعددية وتخليق الممارسات المهنية كانت العناوين الكبرى لتأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. روادها ساهموا في تنوير الرأي العام خدمة لقضايا الوطن رغم اشتغالهم في ظروف وصفت بالصعبة. والأهم في هذه المرحلة وأن رواد النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللي كانوا كينتميوا كلهم للطبقة السياسية الفاعلة والملتزمة الوطنية تفطنوا في ذلك الحين إلى أهمية وحتمية إدراج قضية الإعلام، قضية الصحافة، قضية حرية الصحافة والتعبير ضمن جدول أعمال بناء المغرب ما بعد الاستعمار، بناء المغرب الجديد، المغرب المتعدد، المغرب الديمقراطي. ولا بد اننا نستحضروا اذا هذا الرواد ونستحضروا كذلك القضايا الاساسيه اللي مطروحه عندنا اليوم في بلادنا، اللي هي انه لا بد اولا ان نقوي المهنه، لا بد ان نكرس المهنيه والاحترافيه، ولا بد كذلك ان نقوي الصحافه الوطنيه المغربيه. واظن ان هذه كانت دائما من مبادئ ديال النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه. أجيال جديدة من الصحفيين الشباب اعتبرها المتدخلون خير محصن للمكاسب المحصلة من طرف جيل الرواد، مؤكدين أن حتمية التطور تفرض مزيدا من الجهود لمواجهة التحديات وتوفير مزيد من الحصانة لحرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين وضبط أخلاقيات المهنة، مسؤوليات أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على وعيها والتزامها التام بها.